هكذا يبدو المشهد في محيط مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي هنا في مدينة جنين، وهكذا تتم عمليات إعاقة عمل طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني التي تنقل الحالات المرضية من وإلى المشفى. هذه عمليات تفتيش للمواطنين الفلسطينيين والطواقم الطبية العاملة في المشفى، وأيضا طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. هذا يأتي في ظل استمرار عملية الحصار الخانق المفروض على مستشفيات مدينة جنين، وعلى رأسها هذا المستشفى الحكومي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية، وأيضا بقية المستشفيات كمستشفى ابن سينا ومستشفى الأمل وبقية المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية في محيط مخيم جنين. هذا يأتي في خضم استمرار العملية العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال منذ 3 أيام في هذه المدينة، بعد أن انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل من مدينة طول كرم ومخيماتها في وقت متأخر من الليلة الماضية، ومن مخيم الفارعة إلى الجنوب من محافظة طوباس فجر يوم أمس. عمليات تدقيق في هويات المواطنين الفلسطينيين، تفتيش لمركبات الإسعاف وإعاقة تنقلات هذه المركبات من وإلى مستشفى جنين الحكومي. هذا ما يلخص المشهد هنا في مدينة جنين وفي محيط مخيمها. إذن هو يطلب منا المغادرة، ارجع. إذن يطلب منا مغادرة الموقع، ارجع لورا. يلا يلا محمود، يلا يلا. هو يطلب منا مغادرة الموقع والتراجع إلى الخلف قليلا في ظل قيود أيضا على عمل الصحفيين في هذه المنطقة مع استمرار حصار الاحتلال لمستشفى جنين الحكومي. ليست المرة الأولى، جميع الزملاء الصحفيين هنا يعانون جراء هذه القيود المتعلقة بعمل وسائل الإعلام في تغطية العملية العسكرية الواسعة التي ما زال الاحتلال ينفذها بالتحديد في مدينة جنين ومخيمها. كنا نتحدث عن أن الاحتلال استخدم الضوء الأخضر الذي منحه وزير الجيش يوف جالانت لسلاح الجو لتنفيذ غارات، نفذ 3 غارات مع اليوم الأول من العملية العسكرية. الغارة الرابعة جاءت فجر اليوم لاغتيال أحد أبرز قادة الكتائب القسام هنا في مدينة جنين، وسام خازم، مع 2 من رفاقه المقاومين الفلسطينيين في عملية عسكرية بدأتها قوى إسرائيلية خاصة اشتبكت من مسافة صفر مع المقاومين 3، وبعد انسحابهم خلف المركبة التي كانوا يقودونها قامت طائرة إسرائيلية مسيرة بقصفهما بصاروخين متتاليين أدى لارتقائهما شهداء واختطاف جثام من الشهداء 3 الذين كما قلت كان من بينهم أحد أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام هنا في محافظة جنين.